بعلمك صوت المطر كيف احتريك، ولا المطر ما جاب لي طاري أبد. من هنا رجعت للأغاني. في الحلقة القادمة، شاعر فهد المساعد، مسيرة كلمة وأبيات من الصحافة إلى الشعر الغنائي. قال معك عبد المجيد عبد الله، قتل الفنان قال الفنان. اللقاء من الصفر الليلة الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية على MBC1 وشاهد. رمضان يجمعنا.